السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صامودي. النهار إن شاء الله غنقدموا واحد الموضوع اللي مهم ومهم بزاف، ألا وهو الولادة المتعثرة وبقاء الأجنة في بطن الأم عند الأرانب. إذا حنايا يعني ملي كنسمعوا هاد الولادة المتعثرة كنقولوا كاين اللي ما عارفهاش يقول ما أنا ما عمره ما طرات لي، راني يعني مزيان وكلش، ولكن خصنا نردوا بالنا من واحد القضية، أن صافي زوجنا الأنثى ولدت مزيانة واحد النهار تحسوا بها يعني إما ما مزياناش إما مهم كتبدل عليكم النتوة. أول حاجة خصنا نعرفوها أن الأم فوقاش كتولد آخر نهار اللي خصها تولد فيه هو 32 يوم. حنا نقولوا واحد الحالة طرات اسمو هي أن أنتم صافي زوجتوها قيدتوا لا دات، منين جيتوا كتقولوا مثلا هذا النهار غادي تولد فيه كتلقاوها ما ولدتش، يعني كتعطل. شحال كتعطل؟ كتعطل مثلا تل 31 كتقولوا هادي يمكن ماشي حنا ما حسبناش مزيان ولا، ومنين كتفوت 33 كتقولوا صافي راه يمكن راه بقاو فيها في الكيرش ولا ما نعرف، المهم كتلفوا. هاد الحاله هذه خصكم تفهموا اسمو هي الا ما ولدتش، يعني واخا جصيتوها وحسيتوا بالاجنه كاينين ولكن هي ما ولدتش، يعني راه كاينه شي مشكله تما، يعني فات نقولوا 33 يوم صافي وبقات هكاك مسكينه ما عارفه واش غادي تحيدهم واش غترميهم واش كيفاش غادي دير، وكتبقى هكاك حتى كيتحجروا فيها ولا قدر الله كتمشي لكم النتوه. كاينه قضيه اخرى عاوتاني، كاين اللي كتولد هي ولدت ولكن ولدت واحد العدد قليل، وانتم مولفين عارفينها باللي هي كتولد عدد لا باس به، وهذاك داك الخطره ولدت غير نقولوا جوج، وانتم هي ديما كتعطيكم مثلا 8 حتى 12 وواحد اللقطه عطاتكم جوج كتقولوا في شكل غريبه. هي لا ماشي غريبه، راه كيقدروا يكونوا الاجنه بقاو في الكرش ديالها، راه كاين اللي كترمي النص وكتخلي النص، كاين اللي كترمي غير شويه ويبقاو بزاف، المهم كاين اللي كاين في الكرش ديالها مور الولاده حاولوا تقلبوها ما فيها باس، اللي كيعرف الجص يقلب يشوف واش راه باقين فيها الصغار، الا كانوا باقين عاد فيها الصغار كاين واحد الابره، يعني هذه في جوج حالات، يا اما هي تحجروا فيها ما ولدتش كاع حتى لحد، يعني فاتت نقولوا 32 يوم وضربت 32 33 صافي ما بغاش تولد، داكشي بقى لها في الكرش. كاين قضيه اخرى وهي ان نقولوا ولدت عدد وبقى لها في الكرش ديالها شي حاجه اخرى، الا كان بقى لها في الكرش ديالها شي حاجه اخرى شنو خصنا نديرو؟ خصنا ندقوا لها واحد الابره، هاد الابره شنو سميتها اوكستوسين، هي سميتها اوكستوسين. هاد الاوكستوسين شنو كدير؟ عفوا اوكسيتوسين، الابره سميتها اوكسيتوسين. شحال كنضربوا؟ كنضربوا لها نص سنتيمتر تحت الجلد. هاد الابره كدير 5 دراهم ماشي مشكل، 5 دراهم وكتربحوا النتوة عاوتاني. هاد الابره لاش خاصه؟ هي في الحقيقه كدير الطلق الصناعي، هي الطلق الصناعي راه كاينه حتى يعني بالنسبه للانسان، راه حتى هي ملي شي مرا كتقول لهم صافي انا راني تغلب كيدخلوها وكيدقولها واحد الابره، هذه راه هي الابره، حتى الارانب عندهم هاد الابره بالذات، هي سميتها الاوكسيتوسين. هذه رخيصه في الثمن وهي كتنزل الاجنه، اما احياء الا كانت قبل بواحد النهار يعني 31 و32 نقولوا انت بغيتي تولدها مباشره كتدق لها الاوكسيتوسين، كونوا متاكدين انها كتحطهم من بعد 10 دقائق، نتوما كتشوفوها قدامكم انها كتحطهم قدامكم، يعني كتولدهم قدامكم، هذه انا يعني بالتجربه. كاينه هاد الابره في الحقيقه الا مشات حتى كانوا الاجنه يعني فاتت
فاتت هذاك نحن نقولوا 33 يوم وما بغاش تولد، 34 يوم ما بغاش تولد، راه كنا متاكدين ان ملي كتقولها الليبرا كترمي هذاك الشيء رغوه رغوه. انا يعني راني ما جاتش المناسبه انني تكون عندي هذه الحاله، ولكن راها كتنزلهم رغوه رغوه، يعني بحال نقولوا الرغوه ديال الصابون هكا كينزلوا رغوه حمراء صافي، كيذوبوا داك الشيء اللي في الكرش كيذوب صافي، وكتخرجهم يعني صافي، منها كتخرجهم، منها كتغسل لها البطن ديالها من التعفنات، ملي كتخرجهم رغوه صافي كانك غادي 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 ربحتي نتوى جديده. اذا هذا الاوكسيتوسين عقلوا على هذه القضيه هذه، ملي تشوفوا شي 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 انثى جوج حالات اللي متعثره سمو هي، يا اما كانت تعطلت في الولاده يعني 32 يوم صافي راه خاصها تكون ولدت، يا اما يعني خصكم تكونوا مدونين لاضات، ماشي كتحسبوا غير على الله، دونوا لاضات وقولوا باللي زوجناها في هذا النهار خاصها تكون تولد، جسيتوها من بعد سيمانه 15 يوم لقيتوها صافي راها حامله. الا فاتت 32 يوم عرفوا باللي راه كاين شي مشكله تما. الا كانت هذه الانثى عطاتكم واحد العدد قليل عاوتاني عاودوا الجص، راها باقي في كرشها شي حاجه، الا بقات في كرشها شي حاجه وما قدرتش ترميهم هاد الابره كتخرجهم ماشي كترميهم، اللي كتذوبهم ملي كتكون صافي فاتوا تحجروا لها في كرشها. كاين اللي شحال من واحد كيبيع نتوى هكاك يعني ما فاهمش باللي كيقول لك راه صافي راه فات سميتو تحجروا لها في كرشها صافي، انا كي غادي ندير لها واش غادي نفتحها ونجبدهم، ما فاهمش باللي كاينه ابره لوكسيتوسين هذه كديرها نص سنتيم كدقها لها عاديه تحت الجلد فوق الرقبه كدقها وسبحان الله داك الشيء كيدوز على اكمل وجه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، دعمونا بزر الجيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.